فكرة إنشاء هذه المصلى لما تعرفه المساجد في هذا الشهر الفضيل بإقبال الناس على المساجد، ولما تعرفه مدينة سلا بكثافة عدد السكان، بحيث أنها قدرت هي المدينة الثانية في المغرب التي تعرف كثافة السكان، فعرفت المساجد في شهر رمضان اكتظاظ المصلين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الحرارة التي يعرفها هذا الشهر الفضيل. بناء على الأول والثاني جاءت فكرة إنشاء المصلى في الهواء الطلق. تمتاز مصلى التراويح الكائنة بحي الإنبعاث بتنوع قرائها، وهو ما يصطلح عليه بالضيوف، نقول لهم الضيوف. الأسماء البارزة الوافدة على هذه السنة اللي هي سنة 2017 ميلادية 1438 هجرية كان الشيخ عبد العزيز القرعاني، الشيخ مصطفى الغربي، الشيخ عبد العزيز مهيب، الشيخ محمد الإراوي. الله أكبر. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تشرف هذه الليلة بإمامة المصلين في هذه المصلى المباركة التي تجمع آلافا. الحمد لله، هذا المشهد العظيم هو إلا دليل على حب المغاربة للدين ولإقامة الشعائر التعبدية، فالحمد لله له الفضل وله الإحسان سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.